السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية. معكم من أسرة اللغة العربية الأستاذ محمود جمال شفيق هوادي، معلم اللغة العربية والعلوم الإسلامية بمدارس بدر تايجرز الخاصة التابعة لإدارة السيسي من أكتوبر محافظة الجيزة. النهاردة يا ولادي في ثالث حلقتنا المتواصلة على التوالي، واللي بناخد فيها مراجعة عامة على المنهج بتاعنا. خدنا في الحلقتين اللي فاتت، الحلقة الأولى خدنا الوحدة الأولى وكل تفاصيلها، القراءة والنصوص والنحو، وبرضه نفس الكلام في الوحدة الثانية. النهاردة آخر وحدتنا اللي هي الوحدة الثالثة والأخيرة في المنهج بتاعنا، اللي بنتكلم فيها عن ثلاث دروس وثلاث محاور مهمين جدا. الدرس الأولاني اسمه القرية ملك للجميع، أما الدرس الثاني فبيتكلم عن القرية المنتجة، والدرس الثالث اللي هو نص ما أحلى أجواء القرية للشاعر بيان الصفدي. وكمان بناخد معانا كمان في الوحدة دي آخر دروس النحو اللي هو ظرف الزمان وظرف المكان. النهاردة هنبتدي في أول دروس الوحدة اللي هو درس القرية ملك للجميع. نفتكر سوا يا أولادي أحداث الدرس. أحداث الدرس بيقول إن كان في عندنا شخصية اسمها شخصية ونيس. ونيس ده شاب نشيط وذكي، كان بيعمل مدرس في أحد القرى التي نشأ بها، وكان بيحب قريته جدا وأهلها، وبيتباهى دايما بها أمام أصحابه وزملائه. ونيس بيتكلم وبيقول عن قريته إن قريته صغيرة، أهلها طيبون ومتعاونون، يشارك بعضهم البعض في الأفراح والأحزان، ويسأل كل منهم عن الآخر، ويقدم له المساعدة إذا احتاج إليها. وكمان بيقول وفي المساء أنا بجلس مع أصحابي من شباب القرية، خصوصا في مكان اسمه قصر الثقافة، وبنتكلم فيه عن بعض المشكلات اللي بتمر بيها القرية، وكمان بيتكلموا فيها عن مستقبل القرية. مشكلات زي مثلا مشكلة نظافة الشوارع وسوء استخدام المياه. دار حوار بينه وبين أصحابه، فبيرد عليه بهاي وبيقول له إن العمدة هو المسؤول عن الحاجة دي. رد ونس قال له لا أكيد طبعا الكلام ده خاطئ، لما لا نبدأ نحن بأنفسنا، يعني نطور نحن، يعني إحنا نطور من أنفسنا قبل ما نقول الحكومة أو العمدة أو غيره، تمام؟ فلازم كل واحد يبدأ بنفسه. شاكر بيرد عليه وبيقول له أنا سمعت إن الدكتورة هدى بتقول إن القرية دي ملك بيتنا ولازم نحافظ عليه، وإن هي تعتبر ملك لينا كلنا، أو أكيد ملك لينا كلنا. كمان بيقول إن القرية بتاعته فيها ثلاث مؤسسات مهمة جدا، عشان كده لازم نهتم بيها ونحافظ عليها. زي المؤسسة الأولى اللي هي ثلاث مدارس موجودة فيها، المؤسسة الثانية وحدة طبية، وقصر الثقافة. بيرد شاكر وبيقول له أنا عندي فكرة أنا قريت عنها في الإنترنت وهعرضها عليكم. إحنا لازم نعمل معا لتأسيس جمعية تعاونية لحماية القرية من التلوث، ويتولى هذا العمل بعض الشباب. بيرد الجد سالم وبيقول ان الكلام ده فكرة عظيمة جدا، لازم نعمل جمعية اسمها اصدقاء البيئة، وهنتقابل بكرة باذن الله عشان نحط خطة معا لتنظيف الشوارع. هنعمل حملة اسمها حملة تنظيف الشوارع، وهنتقابل بكرة عشان نقدر نحط الخطة دي ونعرضها على العمدة عشان نقدر ناخد رأيه. وكده انتهى الدرس الأول. بعض الأسئلة اللي بعرضها عليكم زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، في بعض الأسئلة بيقول لك السؤال الأولاني اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. مرادف يباهي مرادفها يذهب يستعد يفاخر، أكيد الإجابة رقم 3 يفاخر. السؤال رقم 2 بيقول جمع شاب شبيب شابات شباب شبيبون، الإجابة رقم 3 برضو جمع شاب شباب. السؤال رقم 3 بيسأل وبيقول
ماذا يعمل ونيس؟ يا ترى ونيس بيعمل ايه؟ لسه قايلين من شوية اكيد ونيس بيعمل مدرسا، يبقى ضابطا طبيبا مهندسا، كلها دي اجابات خطأ. الاجابة الصحيحة رقم 4 اللي هي مدرسة. سؤال رقم 4 بيسأله بيقول ما صفات اهل قرية ونيس؟ يا ترى صفات اهل قرية ونيس زي ما قلنا من شوية ايه؟ صفات اهل قرية ونيس اهلها طيبون ومتعاونون، ولا يشارك بعضهم البعض في الافراح والاحزان، ولا يسأل كل منهم عن الاخر في الافراح والاحزان؟ لا، اكيد الاجابة رقم 4 جميع ما سبق، لأن كل الحاجات دي من صفات قرية ونيس، يبقى الإجابة الصحيحة جميع ما سبق. السؤال رقم 5 بيقول أين يجلس ونيس وأصحابه؟ يا ترى ونيس وأصحابه يجلسوا فين؟ في النادي، في قصر الثقافة، في الحديقة؟ لا شيء مما سبق. أكيد الإجابة زي ما احنا لسه قايلين من شوية إنه كان بيجلس في قصر الثقافة مع أصحابه. ما المشكلات الموجودة بقرية ونيس؟ يا ترى في مشكلات إيه؟ سوء استخدام المياه، نظافة الشوارع، الكهرباء الأولى والثانية. أكيد أكيد الإجابة رقم 4 الأولى والثانية، لأن سوء استخدام المياه ونظافة الشوارع كان مشكلتين كبار جدا بيقابلوا ونيس وأصحابه في القرية. آخر سؤال في الدرس بتاعنا الأول، اسم الجمعية التي اتفق الجميع على إقامتها؟ أصدقاء البيئة، أعداء البيئة، رجال البيئة، ضد البيئة؟ أكيد أكيد الإجابة رقم 1 أصدقاء البيئة. دي الإجابات اللي احنا لسه مجاوبينها من شوية زي ما انتم شايفين. ننتقل على الدرس الثاني في الوحدة الثالثة بتاعتنا النهاردة، وهو درس القرية المنتجة. نفتكر الدرس سوا كده يا أولادي. الدرس بيبدأ وبيقول إن في الأسابيع الثلاثة الماضية إن القرية فضلت منشغلة بتنفيذ حملة نظافة الشوارع، وبيقول إن الشوارع أصبحت غاية في الجمال والروعة، وكمان إن الأصدقاء والأصحاب ذهبوا برفقة بعضهم البعض، وخصوصا ونيس وأصحابه إلى قصر الثقافة، ولما راحوا هناك لقوا الجد سالم جالس ومنتظرهم ويقرأ في صحيفة ألقوا عليه السلام. فونيس بيقول له لقد نجح هؤلاء الشباب يا جدي في تنشيط حركة البيع في البيع الأسبوع في القرية عندما عرضوا ما تنتجه القرية. رد جدي سالم وبيقول حاجة مهمة جدا، أكيد أكيد العمل القائم على التخطيط الجيد أساس النجاح في الحياة، دي حاجة أساسية، وواجب على كل شاب منكم أن يسعى في طلب العلم وأن يشتغل بالمشروعات الصغيرة حتى يصبح بفضل الله كبيرا في يوم ما. لازم كل واحد فينا يشتغل في المشروعات الصغيرة، أي مشروع، خصوصا لو ما فيش أي شغل حكومي موجود متوفر. فبيرد شكر وبيقول حقا يا ونيس إن سوق القرية تباح فيه المنتجات المحلية، وبيشارك في صناعتها الشباب والأسر المنتجة، وأنا بقترح إن هذه المنتجات تعرض في المعارض والأسواق التي تقام في المحافظات والقرى المجاورة. يعني ما يكونش البيع على مستوى القرية اللي بيسكن فيها ونيس وأصدقائه بس، على مستوى القرى المجاورة. رد زاهر وقال هذه فكرة جيدة، وما رأيكم لو أننا عرضنا أنشطة ترويحية وتثقيفية في السوق؟ يعني هنعرض أنشطة ترفيهية في السوق ونعرضها ونحاول نطور من السوق بتاعنا. ونس بيقول أحسنت يا زهر، ويمكننا أيضا إن احنا نستفاد في من الأعياد وأوقات جني المحاصيل وشهور الأجازة في إقامة هذه الأسواق والمعارض. رد الجد سالم وعليكم توزيع المطبوعات ونشر الإعلانات في هذه الأنشطة. وبترد مريم في الآخر وبتقول سنشارك أنا وهدى في توزيع هذه المطبوعات وسنعلن عن أنشطة السوق. دي كل الأحداث اللي دارت في الدرس بتاعنا الثاني، وهناخد بعض الأسئلة الموجودة زي ما حضراتكم شايفين كده قدامكم. السؤال بيقول اختر الإجابة الصحيحة. رقم 1 مرادف ترويحية. يا ترى كلمة ترويحية معناها إيه؟ إنسانية، ترفيهية، اقتصادية، ثقافية؟ أكيد الإجابة رقم 2 ترفيهية. سؤال رقم 2 بيقول جمع السوق، الأسواق،
السواقين، السباقين، السواقي. أكيد جمع سوق أسواق. سؤال رقم ثلاثة بيقول مضاد جمال، جمال مضادها ترى إيه؟ قبح، حسن، طيب، أصيل. أكيد الإجابة رقم واحد قبح. سؤال رقم أربعة بيقول ما الذي انشغلت به القرية طوال الأسابيع الثلاثة الماضية؟ يا ترى القرية كانت مشغولة في الأسابيع الثلاثة الماضية في إيه؟ عمل مسرحيات، ولا كتابة قصص، ولا تنفيذ حملة نظافة الشوارع، ولا لا شيء مما سبق؟ أكيد الإجابة رقم ثلاثة تنفيذ حملة نظافة الشوارع. بعد كده معايا السؤال رقم خمسة، نجح شباب القرية في نقط في سوق القرية الأسبوعي، يا ترى نجحوا في إيه؟ في الاجتماع معا، ولا في تعليم الناس، ولا عمل مجلات، ولا تنشيط حركة البيع؟ أكيد نجح شباب القرية في تنشيط حركة البيع في السوق القرية الأسبوعي. السؤال رقم ستة بيقول أساس النجاح في الحياة هو العمل القائم على الكتابة، ولا القراءة، ولا التخطيط الجيد، ولا السمع الجيد؟ أكيد الإجابة رقم ثلاثة أساس النجاح في الحياة هو العمل القائم على التخطيط الجيد. السؤال رقم سبعة بيقول تسوق منتجات القرية في نقط التي تقام في المحافظات والقرى المجاورة، يا ترى بتتسوق فين؟ في المعارض، ولا في المكتبات، ولا المطاعم، ولا الشوارع؟ أكيد الإجابة المعارض، اللي هي الإجابة رقم واحد. بعد كده السؤال رقم 8 بيقول من الذي سيقوم بالإعلان عن أنشطة السوق وكتابة المطبوعات؟ يا ترى مين؟ ونيس، ولا شاكر، ولا الجد سالم، ولا مريم وهدى؟ أكيد الإجابة رقم 4 مريم وهدى، هما الاثنين اللي يعلنوا أنشطة السوق وهيكتبوا المطبوعات. ودي الإجابة بتاعت الأسئلة الموجودة عندكم دلوقتي. بعد كده بننتقل على الدرس الثالث اللي هو نص رسمة نور. الشاعر بيان الصفدي بيكتب قصة تخيلية عن إن في بنت جميلة جدا اسمها نور بترسم حاجات كتير جدا، وبترسم الحاجات الموجودة في القرية، وبتبدأ تلونهم وبتعمل لوحات جميلة جدا. عشان كده بيبدأ يقول في قصيدة شعرية جميلة جدا بتقول على لسان أختها مريم. أكيد طبعا القصيدة دي على لسان مريم، يعني نور بترسم ومريم بتقول القصيدة دي، بس القصيدة دي اللي قالها الشاعر الكبير بيان الصفدي. القصيدة بتبدأ بتقول رسمت نور شمسا تضحك فوق الدور، طفلا يهدي طفلا وردة، رسمت نور ديكا يركض فوق السور، وعلى آنية عصفور، رسمت نور فلاحا يمشي في الساحة، عنزا تتبع فلاحة، ما أحلى أجواء القرية في أعماقي تبقى حية. الشاعر بيان الصفدي بيتكلم عن إن نور فنانة بتمتلك موهبة الرسم، بتبدأ ترسم أول حاجة في البيت الأولاني بيقول رسمت نور شمسا تضحك فوق الدور، معناها إن نور رسمت شمس مشرقة فوق المنازل وبيوت القرية الجميلة، وده منظر جميل جدا. وكمان رسمت منظر أجمل من كده، إن الطفل بيعطي طفلا آخر وردة جميلة، وده بيدل يا أولادي على البراءة وجمال الأطفال في سن الصغر. كمان بيقول إن نور رسمت الديك وهو بيجري مسرع فوق البيوت والمنازل، وكمان رسمت العصفور وهو يلتقط الحبوب ويشرب الماء من على الإناء في راحة واطمئنان. كمان بيقول إن نور رسمت كمان الفلاح وكان بيمشي في الساحة في المكان الواسع، تمام، وكمان العنزة كانت ماشية وراء الفلاحة. وفي نهاية القصة بيقول ما أحلى أجواء القرية، فعلا أجواء القرية أجواء جميلة جدا، في لأنها دايما بتفضل في أعماقي دايما حية. الأسئلة اللي موجودة عندي زي ما انتوا شايفين كده هنبدأ ناخد.
من نسم أحلى أجواء القرية، رسمت نور شمسا تضحك فوق الدور، طفلا يهدي طفلا وردة. اختر الإجابة الصحيحة، هات مرادف يهدي. يهدي معناها يأخذ ولا يكتب ولا يعطي ولا يمنع. أكيد الإجابة يعطي. خدوا بالكم كلمة يمنع دي مضاد، المعنى الثاني اللي هو زي ما احنا خدنا في الصف الدراسي زي ما قلت لكم قبل كده، معناها كلمة يمنح، يعني بالحاء بمعنى يهدي، لكن يمنع دي المضاد لكلمة ايه؟ يهدي. نيجي لرقم 2، مضاد تضحك. تضحك يا ترى مضادها ايه؟ تفقد، تبكي، تسعد، تفرح. المضاد مش المعنى، اكيد تبكي. رقم 3، مفرد الدور. يا ترى مفرد الدور ايه؟ الدائرة ولا الدير ولا الدهر ولا الدار؟ اكيد الاجابة رقم 4 الدار. من الشاعر صاحب هذه القصيدة؟ اكيد لسه بقول لكم من شوية، شاعرنا الكبير بيان الصفدي، مش حافظ ابراهيم ولا محمد عبد المنطلب ولا احمد شوقي. السؤال رقم 5 بيقول، رسمت نور شمس وهي كبيرة الحجم، صغيرة الحجم، متوسطة الحجم، ساطعة ومشرقة. أكيد الإجابة رقم 4 ساطعة ومشرقة. السؤال رقم 6 بيقول، رسمت نور الديك وهو يجري فوق السور، يلتقط الحب، يشرب الماء، يقف في الحظيرة. أكيد الديك كان بيجري فوق السور. بعد كده بيقول سؤال بعد كده، طفلا يهدي طفلا وردة، تعبير يدل على نقط التي يتمتع بها الأطفال. يا ترى بيدل على الإيه؟ الذكاء ولا الكبر ولا اللعب ولا البراءة؟ الطفل بيهدي وبيعطي في منظر جميل جدا وبريء جدا، ده بيدل على البراءة. الإجابة رقم 4، خدوا بالكم من النقطة دي جدا. طيب السؤال رقم 8 بيقول، رسمت نور على الآنية. يا ترى رسمت على الآنية إيه؟ عنز ولا ديك ولا عصفور ولا طفل؟ أكيد الإجابة رقم 3 عصفور. ودي الإجابة زي ما حضراتكم شايفين كده، دي الإجابة بتاعت الأسئلة الموجودة عندك دي. ننتقل بعد كده على آخر جزء، هو جزء النحو. كثرة النحو النهاردة بتقول، الصدق صفة حميدة، يجب على كل إنسان أن يتحلى بها حتى يعيش محبوبا بين الناس، يرضى عنه الله يوم القيامة. اعرف ما تحته خط. كلمة الصدق اسم وجاي لي في بداية الكلام، زي ما خدنا قبل كده دي جملة اسمية، والجملة الاسمية دايما بتبتدي بايه؟ ممتازين، بتبتدي مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة. يبقى كلمة الصدق تعرب مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة. يجب على كل إنسان. بص كده قبل كلمة كل دي اللي هو طالب مني إعرابها، قبلها حرف جر، وإذا سبقت الكلمة بحرف من حروف الجر أكيد بتعرب إيه؟ تعرب اسم مجرور وعلامة جر وكسرة. يبقى كلمة كل تعرب اسم مجرور وعلامة جر وكسرة. حتى يعيش محبوبا بين الناس ويرضى عنه الله يوم القيامة. قبل ما تعرف كلمة الله، بص على الكلمة الكلمتين اللي قبليها كده، بداية الجملة، بص على بداية الجملة. بداية الجملة ايه؟ كلمة ايه؟ يرضى، زي ما انت شايفين كده. وكلمة يرضى دي فعل، وبما ان الجملة بادية بفعل يبقى دي جملة فعلية، بتتكون من فعل وفاعل ومفعول. الفعل اللي هو بيكون اول كلمة في الجملة. طيب انا عشان زي ما عودتكم وقلت لكم، انا عشان اعرف الفاعل اسال نفسي سؤال واقول ايه هو؟ مين اللي بيرضى عنه؟ لا اكيد طبعا، ولا الله هو اللي بيرضى؟ الله هو اللي بيرضى، تمام. يبقى الله هو الفاعل، تمام. يبقى تعرب ايه؟ الله فاعل، لفظ الجلاله فاعل مرفوع وعلامه رفع الضمه. بعد كده بيقول لي، استخرج من القطعه كلمة اسم. يا ترى انا عايز اسم، ممتازين، كلمة الصدق اسم لانها بادية بألف ولام، وكلمة حميدة اسم لانها منتهية بتاء مربوطة، كذلك كلمة صفة.
وكمان كلمة الله وكلمات وكمان كلمة الناس وكلمة القيامة، دي كلها أسماء. أنا عايز فعل. بعد كده سؤال رقم 2 بيقول أنا عايز فعل. قدامك يجب، ده فعل مضارع، بقول لك فعله وبين نوعه. يجب ده فعل إيه؟ مضارع. وكمان يتحلى فعل مضارع، ويعيش فعل مضارع، ويرضى فعل مضارع، دي كلها أفعال يا جماعة. طيب بيقول لي أنا عايز حرف. حرف قدامي حروف كتير، قدامي آسف قدامي حرف الجر على، على يجب على كل إنسان، فكلمة على هي الحرف اللي موجود عندي. بعد كده السؤال رقم 4 بيقول ظرف وبين نوع، يا ترى ظرف مكان ولا ظرف زمان زي احنا ما خدنا؟ تمام. يجب على كل إنسان يتحلى حتى يعيش محبوبا بين الناس، بين الناس، فبين دي ظرف، ظرف نوعه ايه؟ يا ترى بين دي زمان ولا مكان؟ ممتازين، بين ظرف مكان. انا عايز خبر رقم 5. خبر، الخبر في القطعة اللي قدامك دي الصدق صفة حميدة، يبقى فين المبتدأ؟ زي ما احنا عرفنا من شوية كلمة الصدق لانه اسمه جاي في بداية الجملة. انا عشان اعرف الخبر بسأل نفسي سؤال وبقول الصدق ماله؟ ممتازين، الصدق صفة، فكلمة صفة هي الخبر. انا عايز السؤال رقم 6 بيقول فيه ايه؟ أنا بيقول فيه فاعل، استخرج فاعل، يا ترى الفاعل ايه؟ لسه عارفينها من شوية، لفظ الجلال الله بمنتهى السهولة جدا. بعد كده يا أولادي في نمرة جيم اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين، يذهب التلاميذ المدرسة نقط، يا ترى التلاميذ يذهبون إلى المدرسة ايه؟ صباحا ليلا ربيعا صيفا. كل دي ظروف، تمام، لكن في ظرف واحد بيمشي صحيح، تمام. الظرف الوحيد اللي قدامك يذهب التلاميذ المدرسة صباحا. ممتازين. سؤال رقم 2 بيقول يظهر القمر في السماء، يا ترى القمر بيظهر في السماء ايه؟ ظهرا، عصرا، ليلا، سنويا. ممتازين، القمر ما بيظهرش غير في الليل، ليلا، تمام. سؤال رقم 3 بيقول يقف المعلم نقط التلاميذ، يا ترى المعلم بيقف خارج التلاميذ ولا أمام التلاميذ ولا داخل التلاميذ ولا لا شيء مما سبق؟ أكيد الإجابة رقم 2 أمام التلاميذ. السؤال رقم 4 بيقول يتعلم الطلاب دروسهم نقط الفصل، يا ترى الطلاب بيتعلموا دروسهم إيه؟ داخل الفصل ولا خارج الفصل ولا خلف الفصل ولا فوق الفصل؟ أكيد الإجابة بيتعلم الطلاب دروسهم داخل الفصل. آخر سؤال موجود عندي النهاردة بيقول تسقط الأمطار نقط، يا ترى الأمطار بتسقط إمتى؟ ها؟ صيفا ولا ربيعا ولا شتاء ولا خريفا؟ فأنه فصل من الفصول، أكيد شتاء، بتسقط الأمطار شتاء، يعني في فصل الشتاء. دي مراجعة على الظروف اللي احنا خدناها وعلى بقية الوحدة التانية، وما هفكركم بإن إن الدرس الثالث من الدرس الموجود عندي، درس النحو الموجود عندي، درس ظرف المكان وظرف زمان، وعرفنا إن الظرف هو اسم منصوب بيدل على زمان أو مكان حدوث الفعل على حسب الموجود قدامي، وبينقسم إلى ظرف مكان وظرف زمان، وفي كلمات ثابتة بتدل على كده. زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، دي الإجابات بتاع قطعة النحو الموجودة عندي. بكده يا أولاد نكون وصلت لنهاية حلقة اليوم، ومراجعة الثالثة والأخيرة انتظروني في آخر مراجعتكم إن شاء الله قريب بإذن الله، المراجعة العامة والشاملة على المنهج كله، وهتكون مهمة جدا، هنحل فيها أسئلة كثير سوا مع بعض يا أولادي. أترككم في معاية الله ورعايته. كان معكم من أسرة اللغة العربية الأستاذ محمود جمال شفيه هودي، معلم اللغة العربية والعلوم الإسلامية بمدارس بدر تيجرز الخاصة.
مع أطيب أمنياتي بالتوفيق والنجاح للجميع. شكرا لحضرتك.